صحيح ترد عليه ان مصر هبة المصريين اللي عملوها، لكن برضو ما ننكرش ان نهر النيل ده اللي جمع المصريين حواليه. شوف حتى شكلنا على الخريطة، احنا موجودين حوالين نهر النيل من تحت، من اسوان عبر وادي النيل لغاية الدلتا، احنا متجمعين في حتة واحدة، ما رحناش في الصحراء الشرقية ولا الصحراء الغربية ولا سيناء. طبعا بتمنى ان ده يحصل، لكن نهر النيل هو اللي جمعنا حواليه وبنى حضارة المصريين او اساس التنمية اللي موجودة في بلدنا. طيب مش المفروض ان احنا نحافظ عليه؟ قال لك ده المفروض، لكن مع الأسف، مع الأسف في مننا اللي بيقول نفسي ثم نفسي، ويوم باني على النيل بالمخالفة للقانون، والود وده لو يردم النيل علشان بقى يستفيد بالأرض بتاعت النيل، ومش مهم 100 مليون مصري اللي عايشين على أرض البلد دي، اللي هو النيل هو حياتهم. فاللي زي ده محتاج رادع بمعنى الكلمة، رادع قوي وقانون شديد يكون حائط صد بقى يصد ويحجم طمع وطموحه ده اللي هو طبعا غير مشروع. المهم وزارة الموارد المائية والري قالت ان هم في اسبوع واحد بس ازالوا 108 مخالفة موجودين على نهر النيل. متخيلين حضراتكم الرقم في اسبوع واحد؟ اقوله مرة تانية، في اسبوع واحد في 108 مخالفة. أمال لو جمعنا المخالفات بتاعة سنة كاملة هيطلعوا قد إيه؟ حاجة كده يعني مأساة بمعنى الكلمة، أن يكون في مصريين ما بيننا عايشين بمنطق نفسي ثم نفسي زي ما بقول لحضراتكم، مع كامل احترامنا للجميع طبعا. اسمحوا لي خلونا نتكلم على هذا الامر ودور وزاره الموارد المائيه والري من خلال ضيف الكريم اللي مشرفني دلوقتي، المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزاره الموارد المائيه والري. يا اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. انا استاذ كمال، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك. والرقم مفزع في اسبوع واحد. ده حقيقة يا فندم، ورقم كمان ليس فقط على نهر النيل، ولكن احنا بنتكلم على نهر النيل بالفرعين وبالإضافة إلى الإزالات والتعديات الموجودة على كافة المجال المائية. اسمح لي حضرتك تتكلم عن أسبوع واحد، لكن أنا هقول لحضرتك أن منذ بداية الحملة اللي كانت في يناير 2015 اللي أطلقتها وزارة الري لإزالة أو تحت عنوان إنقاذ نهر النيل، يعني حوصلنا حوالي 200 فوق 262 ألف حالة تعدي على نهر أبيض، أكتر من ربع مليون حالة تعدي. ليس على نهر النيل فقط، ولكن احنا بنتكلم على كافة المجاري المائية. نهر النيل فقط تعدينا حاليا حوالي 57 ألف تعدي على نهر النيل فقط، وده رقم مهول جدا، ويمكن ده كان خلال الفترات اللي فاتت اللي كانت خاصة شوية ب يعني عدم التزام الدولة أو عفوا المواطنين تجاه الدولة، والفترة كان فيها بعض الانفلات. أعتقد الفترة دي زادت فيها جدا التعديات. دورنا حاليا إن احنا بنحاول نرجع للنيل رونقه، وكمان التعديات دي نحاول نرجع للأهلة للدولة حقها. وكمان التعديات دي أحب أوضح لحضرتك وللسادة المستمعين، بس هي بتبقى بشكل مباني خرسانية سواء بالطوب أو الأسوار أو التشوينات، وكمان بيبقى فيه زراعات على الجسور سواء المصارف أو وبشوف كمان في ناس بيردموا علشان يقدروا يزرعوا جوه النيل، كمان حاجة كده داخلة لجوه النيل، تبقى توسع كمان هم بيتوسعوا. وكمان في تعديات يا فندم في شكل المراسي الغير قانونيه او الغير مرخصه اللي بتبقى موجوده في نهر النيل. احنا حاليا بنحصر ده بشكل كبير جدا، وكمان بنزيله وبنرجع، يعني بنتخذ ضده كل الاجراءات القانونيه المفروض ان احنا نواجههم بيها. العقوبه رادعه يا فندم. والله هو العقوبة في ظل القانون اللي احنا شغالين بيه اللي هو قانون 4 اللي هو رقم 18 ل سنة 84، وقانون بنطلق عليه كمان الثاني اللي هو 48 لسنة 82، ودي اعتقد قديم شوية. ودلوقتي اسمح لي ان انا استثمر تواجدي مع حضرتك في المنبر الاعلامي ده ان انا يعني بناشد ان شاء الله القانون اللي الوزارة اطلقته، او ان شاء الله بصدد يعني ان هو يصدر حاليا امام الجلسة العامة لمجلس النواب، ان نتمنى ان هو يصدر القانون الجديد للري والصرف خلال دول العقاد الحالي، وهيكون رادع جدا، واعتقد ان هو هيكون. انا اتمنى برضو يا فندم، يعني لان دول العالم كلها حتى المتحضر منها، انا لسه كنت بضرب مثل امبارح بعربيه الاسعاف، مثل بسيط يعني عربيه الاسعاف اللي بتمشي في شوارع المانيا، وانا بقالي سنتين ثلاثه بشوف الفيديو ده مبهور بيه، العربيات كلها بتوسع لها على الطريق، كنت مفكر ان ده تحضر، لكن عرفت ان العربيه اللي ما توسعش العربيه الاسعاف بتتغرم ب 320 يورو، يعني حوالي 400 دولار. اللي بيرمي ورق عقب سجاره في باريس بيدفع 68 يورو،
فلازم يكون في عقوبة شديدة علشان الناس تقدر تحترم الدولة المصرية. بالضبط يا فندم، وده اللي هيكون إن شاء الله في قانون وعي جديد، هيكون كمان ملزم ووضع عليه كتير جدا من المتعدين، وده اللي بننشده إن شاء الله الفترة الجاية. وزي ما حضرتك قلت، عشان نغير ثقافتنا لازم كمان يكون في قانون قوي ويطبق بشكل نافذ وكمان بشكل عادل، وده نقطة مهمة جدا أعتقد إن إحنا نتمنى تنفيذها، إن القانون يطبق على الكافة. طبعاً. إن شاء الله. الكل سواسية قدام القانون، لا في كبير ولا في صغير. وأعتقد ده كان يعني أو بدأ يبقى توجه الدولة المصرية بقالنا بتاع سنتين ثلاثة، إحنا لأول مرة بقينا بنشوف وزير بيتقبض عليه في قلب ميدان التحرير، بقينا بنشوف محافظ، بقينا بنشوف رئيس مصلحة جمارك ورئيس مصلحة ضرائب ورؤساء أحياء وناس عمرنا ما كنا نتخيل إن هم يكونوا يسألوا. أعتقد إن ده ألف به عدالة في المجتمع، إن الكل يكون سواسية. صحيح في ناس شايفين نفسهم أعلى من القانون، لكن يعني إن شاء الله الفترات اللي جاية تعرفوا من الدولة المصرية في اتجاه تاني ان شاء الله يا فندم باذن الله. وطبعا اعتقد دول الاعلام واضح جدا معانا وساند لينا ان احنا كمان ننشر ثقافه المحافظه على مواردنا، وخصوصا الموارد المائيه والمجال المائيه الموجوده، لان كمان في تعديات كمان تبقى بشكل تلوث، سواء بقى بالقاء قمامه او سرطان صحي او غيره، وده واعتقد ده كمان بيأثر علينا بشكل مباشر في صحتنا وخصوصا الصحة العامة للمواطنين بشكل عام، يعني لأن بالتأكيد ده هيكون مردوده سيء جدا. فأعتقد أن احنا محتاجين نوعي أنفسنا ونوعي أهلينا بالأمور دي. ومرة تانية يعني بضم صوت لصوت حضرتك في سرعة بقى إنجاز القانون الجديد اللي حضرتكم اتقدمتوا بيه علشان نحافظ على النيل. لو مش هنحافظ على النيل هنحافظ على إيه؟ يعني أكيد ده ألف به حياة المصريين، المية، المية نفسها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. جزيل الشكر يا فندم، حضرتك شرفتني. المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. طيب دي كانت حلقتنا.